عن دور الحكومة اليمنية إزاء ممارسات التحالف العربي وفشلها في إدارة المناطق المحررة وغياب الرؤية في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب ستكون حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر. أهلا بكم. بينما تزداد الأوضاع سوءاً في المناطق المحررة وفي البلاد بشكل عام، لا نكاد نرى تحركاً ملموساً من جانب الحكومة لمعالجة هذه الأوضاع. في عدن، تصعيد من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف لإسقاط الحكومة تزامن مع توقف معظم الخدمات في عدن وخروج الحكومة إلى مقرها المفضل في الرياض ومنع وكيل المحافظ المعين قائماً بأعمال المحافظ من مزاولة مهامه من قبل القوات الموالية للإمارات. في تعز التي عاد منها وفد حكومي لا يختلف الوضع كثيرا، موظفون بدون مرتبات لأشهر وعمليات اغتيال متواصلة، فيما توقفت الحلول عند مطلب الإمارات بضرورة إنشاء حزام أمني يكون تابعا لها بدلا عن دعم الأجهزة الأمنية القائمة. انهيار العملة الوطنية أيضا يبدو كتتويج لرحلة الانهيارات المتواصلة مهددا ما تبقى لدى اليمنيين من فرص حياة. بشكل عام تبدو الأوضاع مقبلة على انفجار كبير آخر قد لا يبقي شيئا لشرعية تفقد كل يوم جزءا من إيمان المواطنين بها وهو ما يضع شرعيتها على المحك. يقول البعض لأنه لم يعد مجديا إلقاء كل شيء على ظهر الانقلابيين إذ أن الحكومة لم تفعل شيئا خلال أكثر من عامين، والتصريحات والوعود التي تم صرفها خلال العامين الماضيين لم تعد قادرة على معالجة ما يحدث، فيما يقول طرف آخر إن الحكومة تحارب على جبهات عدة والدعم الذي كان يفترض أن تتلقاه من حلفائها تحول إلى إعاقة وعمل متواصل واصلا لإسقاطها كما يحدث في الجنوب بدعم إماراتي. ما الذي تفعله الحكومة؟ وإلى أين تمضي الأحداث بالحكومة وبالبلد؟ وما هي خياراتها القادمة أمام تداعي شرعيتها يوما إثر آخر؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفينا من تعز الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن القاهرة معنا مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك. بالنظر لكل المستجدات التي نراها في المشهد اليمني والذي تظهر فيه الحكومة الشرعية كشاهد أو كمتفرج لما يحدث، ماذا تبقى من شرعية برأيكما؟ والبداية معك أستاذ مختار. إذا نبدأ مع الأستاذ عبد العزيز المجيدي. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. مشكلتنا ستظل على الدوام مرتبطة بالقيادات، على رأس هذه القيادات هو بالطبع رئيس الجمهورية. لدينا أزمة قيادة كبيرة في البلاد، وهذه القيادة تنقلنا دائما من مشكلة إلى أخرى، وكلما لاحت فرصة لبدء حل والمضي قدما باتجاه استعادة الدولة والبدء بعملية محاولة استعادة هذه الدولة وأيضا تطبيع الحياة العامة، كلما شاهدنا حالة نكوص جديدة مرتبطة بدرجة رئيسية بأداء السلطة الشرعية وبرئيسها على وجه الخصوص. اليوم يستمر الحديث عن دور التحالف العربي، الإمارات العربية المتحدة والسعودية والسياسات التي ينتهجها التحالف في اليمن، ويجب وضع النقاط على الحروف في هذا الجانب، ويجب أن تتحمل السلطة الشرعية وعلى رأسها رئيس الجمهورية المسؤولية في هذا الشأن. رئيس الجمهورية ليس شخصا فقط يتم استخدام شرعيته كلافتة تمرير سياسات ومصالح هذه الدول، هو معني بدرجة رئيسية بتأمين مصالح اليمنيين والدفاع عنها، وبنفس الوقت أيضا الحد من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أي سياسات من شأنها الذهاب بالبلاد بعيدا عن الأهداف التي يتم الإعلان عنها من قبل التحالف. وبالتالي الإشكالية الكبرى المرتبطة بدرجة رئيسية هي مرتبطة أيضا كما قلت بأزمة القيادة، وهي أزمة مزدوجة تتعلق بأزمة قيادة على مستوى الدولة والسلطات المختلفة، وبنفس الوقت أيضا أزمة قيادة حتى فيما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية والنخب اليمنية بشكل عام. نعم عبد العزيز، هل تعتقد أنها فعلا لا زالت الشرعية، هذا العنوان الكبير الذي يمثل جبهة مواجهة الانقلاب، لا زالت فعلا
تحتفظ بهذا العنوان وبهذه القيمة، قيمة الشرعية في البلد. نتحدث عن الشرعية الدستورية والشرعية السياسية بمعناهما. الشرعية إن لم تكن عملا على الأرض ونشاطا وجهدا دؤوبا وسياسات من شأنها الحد من المخاطر التي تحدق بالبلد، فأعتقد بأنها ستتحول إلى سراب، وهي في طريقها ربما إلى التحول إلى سراب. كان هناك تقرير للأمم المتحدة تحدث عن تآكل سلطات الحكومة الشرعية في المناطق الجنوبية، وأعتقد بأن هذا التآكل يمضي ربما إلى نهايته، وأعتقد أننا ربما نقترب من لحظة سيكون ربما على الشرعية أن تبحث عن وطن وعن شعب آخر غير الشعب اليمني الذي ينتظر منها أن تفعل شيئا لمواجهة مثل هذه المخاطر، بينما تستمر بدفن رأسها في الرمل كما يحدث عادة ومنذ وقت مبكر. وللأسف اليوم البلد يحصد ثمن هذه القيادة التي لم تتحمل المسؤولية طيلة الفترة. نعم، إذن الشرعية يبدو أنها تذهب باتجاه السراب. أستاذ مختار الرحبي، ما الذي تبقى من الشرعية فعلا في ظل كل هذه المستجدات التي نتابعها؟ أولا أنا أعتقد أنه الحديث بهذه الطريقة أنه كل بلاوي البلد وكل الأزمات تتحملها الحكومة الشرعية ويتحملها فخامة الرئيس، أنا أعتقد أن الأزمة يجب أن نفهم أن ما نعيشه في اليمن هو فعلا وضع ليس وضعا طبيعيا. هناك إشكاليات، هناك مؤامرات، هناك أجندة طرأت في السطح خلال الفترة القليلة الماضية. يجب أن نتحدث بكل شفافية، يجب أن يكون هناك مصارحة للشعب اليمني عن ما يدور من مؤامرات، عن ما تدور من أجندة، عن الأجندة الخفية التي دخلت والتي تسللت للأسف الشديد، وهي مرتدية للباس التحالف العربي. وأنا هنا أتحدث بأجندة الإمارات التي جاءت من أجل دعم الشرعية ومن أجل إعادة الشرعية، ولكن تفاجأ الجميع أنه بعد أن تم تحرير المناطق الجنوبية بالتحديد كان هناك استهداف ممنهج للشرعية، وكان هناك محاولة لإظهار الشرعية أنها عاجزة، أن الشرعية هذه خانعة، أن الشرعية هذه لا تستطيع تقديم أي شيء. وبالمقابل كانت هناك كيانات موازية للدولة، كانت هناك أجهزة يتم إعدادها ويتم تدريبها ويتم صنعها أو صناعتها لكي تقوم بعمل الدولة، وهو ما يحدث حاليا. المشكلة أن لا أحد يتحدث، هي هنا المشكلة فقط. وإلا لو كان هناك حديث بكل شفافية مع أبناء الشعب اليمني لما يحدث في مدينة عدن والمناطق الأخرى، أنا أعتقد أننا سنضع النقاط على الحروف ويتحمل الجميع بما في ذلك الإقليم، بما في ذلك التحالف العربي. طيب، يعني إذا كانت الشرعية لم تتحدث حول هذه الإشكاليات التي تحدثت عنها والتي ربما هي التي غيبت الشرعية وأوجدت كيانات موازية لها، من الذي سيتحدث؟ هو كما قلت لك أنه لحساسية المرحلة التي نعيشها ولدبلوماسية الحكومة في التعامل مع شركائها في التحالف العربي، أنا أعتقد أن هناك تأخير لبعض الأزمات، وهذه الأزمات كلما تأخرت كلما استرحلت، وكلما تم تأخير الأزمة يتم إدخال اليمن بأزمات جديدة. يعني أنا أتذكر أنه حينما تم إقالة محافظ عدن السابق وكذلك إحالة ثاني بوبريك إلى التحقيق، كانت هناك محاولة لإلجام الشرعية، كان هناك محاولة لنزع القرار السيادي من رئيس الجمهورية، كان هناك محاولة لتشكيل ما يسمى باللجنة الثلاثية. هي ظاهر هذه اللجنة هو تنسيق وترتيب وحل المشكلة. نعم، ولكن نزع القرارات ونزع القرار السيادي ومحاولة نزع آخر ما تبقى لرئيس الجمهورية وآخر ما تبقى للشرعية وهو القرار السيادي في البلد. ولكن رئيس الجمهورية طبعا رفض كل هذه الإلاءات. رئيس الجمهورية ما زال حتى هذه اللحظة صامد في وجه كل ما يتم عمله في المناطق الجنوبية وفي المناطق الشمالية، كما أنه صمد في وجه الإنقلابيين الحوثيين وعبد الله صالح، وما زال صامد حتى هذه اللحظة، رفض الخنوع، رفض تقديم أي تنازلات سواء الميليشيات الموجودة في عدن وغيرها. أتذكر أنا أيضا أنه نعم، سنأتي إلى هذه التفاصيل، سنأتي إلى موضوع الميليشيات في عدن والكيانات الموازية في عدن، وسنرى أيضا إذا ما كان قد خنعت الشرعية لهذه الكيانات أم واجهتها. يعني كما تقول، هل أستاذ عبد العزيز، هل تجد فعلا أن مسألة الأداء الدبلوماسي للحكومة الشرعية مبررا لتغاضيها عن ما يحدث في عدن وفي تعز وفي أكثر من بقعة، وهو يعني كرد فعل لأداء التحالف على الأرض؟
إذا كانت الحكومة ستعتبر ما تقوم به والسلطة الشرعية حيال السياسات التي يتم تمريرها وهي سياسات خطيرة للغاية وتهدد البلد بشكل كامل، إذا كان سيتم اعتبارها بأنها شكل من أشكال الأداء الدبلوماسي كما يقول المختار، فهذه كارثة كبيرة. الحكومة الشرعية بكل رؤوسها المختلفة من رئيس الجمهورية إلى نائبة إلى رئيس الوزراء إلى الوزراء بمختلف مسمياتهم، على طوال الوقت هم يثنون على التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات. إذا كانوا لا يستطيعون مكاشفة دول تقول أنها جاءت لاستعادة الشرعية وهي تمثل بشكل أو بآخر شراكة حقيقية مع الحكومة اليمنية من أجل تحقيق هذا الهدف، وهم لا يستطيعون أن يكاشفوا هذا التحالف وهذا الكيان بهذه الحقائق، فهذا يعني بأن هذه الحكومة لم تعد أكثر من مطية للتحالف، وهي تلعب دور فقط لتمرير وتوفير شكل من أشكال الغطاء الشرعي للإجراءات والممارسات التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة ومن خلفها أيضا المملكة العربية السعودية. الحديث الدائم عن فكرة المؤامرات وما إلى ذلك أصبح حديثا سميقا إلى حد كبير. لو أن كثير من دول العالم رضخت لمثل هذه المقولات لوجدنا بأن ربما ثلثي دول العالم سقطت تحت فكرة المؤامرة، لكن مسؤولية دائما القيادات لهذه البلدان هو التصدي لمثل هذه المؤامرات ومواجهة المخاطر وأيضا من العمل على تحصين البلد ومنع حدوث كوارث تؤدي إلى مثل هذه المآلات التي تحدث الآن في اليمن. عندما ذهب عبد ربه منصور هادي للتحالف لطلب مساندته وهو يبدو كما لو كان فقط ما تم تسويقه للإعلام، لأنه كان هناك حديث عن أن التحالف بدأ الضربات ولاحقا تم إعلان الرئيس هادي بهذا الأمر، وبالتالي كانت الدوافع الخاصة بهذه الدول هي الأساس في عملية التدخل في اليمن. لكن علينا أن نتذكر بأن هذا النوع من السياسات الذي مارسه هي نفسها السياسة التي مارسها عبد ربه منصور هادي منذ تولى الرئاسة في 2012، وبالتالي نحن أمام نسخة مكررة من عبد ربه منصور هادي وطاقمه مع المزيد من الأداء البائس على مستوى الإدارة الحكومية، على مستوى التعيينات، على مستوى التعامل حتى في بخصوص كافة الملفات. اليوم نريد من الحكومة الشرعية أن تعطى ومن الأخ مختار أن يحدثني عن ملف واحد فقط حققت فيه الحكومة الشرعية نجاحا وحضورا مهما في هذا الجانب على المستوى الحقوقي والإنساني. كل الانتهاكات اللي ارتكبت من قبل الميليشيات الانقلابيين وحتى أيضا بما فيها أخطاء التحالف لم تحضر على الإطلاق في الأجندة الدولية. هناك جرائم يتم ارتكابها بشكل دائم في تعز، والمجازر لم تتوقف، ولعلكم ربما تابعتم المجزرة التي حدثت بالأمس، وهذه المجازر لم تصل إلى أسماع المنظمات الدولية. هناك الملف الإعلامي، اليوم وزارة الإعلام فيها 15 وكيل ومستشارين وما إلى ذلك، ليس لدى وزارة الإعلام حتى وسيلة إعلامية واحدة مشرفة تستطيع من خلالها أن نقول أن لدينا إعلاما. في العلاقات الدولية ماذا حدث؟ أهم دولتين في العالم، هل تعتقد هذا الأداء سعد العزيز؟ ظلت هذه الدولتين بعيدا عن اهتمامات هادي. تصوري مثلا، دعيني أكمل هذه النقطة فقط. تصوري مثلا أن الحكومة اليمنية في عهد هادي نفسه وقعت اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع الحكومة الصينية، ونحن وعندما نتحدث عن الصين نتحدث عن دولة كبرى لها وزنها وثقلها الكبير القادر على تغيير اللعبة والمعادلة في حتى مع التحالف، ومع هذا لم يتم الذهاب خطوة واحدة باتجاه الصين من أجل تفعيل هذه الاتفاقية. روسيا ظلت علاقة الشرعية مقطوعة بها حتى إلى ما قبل شهر، وقبلت وصول سفير من الشرعية إلى موسكو. ماذا لدى الشرعية وماذا فعلت خلال الفترات الماضية؟ ليس لديها إلا المزيد من الركض وراء قرارات تعيينات هي في النهاية أصبحت لمجموعة مغتربين موجودين في الخارج لا يفعلون شيء على أرض الواقع. اليوم المجلس الانتقالي يا سيدتي في الجنوب أصبح هو صاحب الكلمة الفصل في كل ما يحدث. بالأمس الحزام الأمني تم السيطرة على آخر ميناء تحت سيطرة قوات موالية لعبد ربه منصور هادي وبمساعدة وإسناد من قبل قوات التحالف. الحديث عن مؤامرات وما إلى ذلك إن لم يتم من خلال مكاشفة اليمنيين، وأيضا هذه مسؤولية الرئيس أن يقف في وجه هذه المؤامرات. هل من السهل هو سيد عبد العزيز هل من السهل مسألة المكاشفة سيد عبد العزيز المؤامرات فمن سيقف؟ طيب سيد عبد العزيز
مسألة المكاشفة، مكاشفة الشعب ويعني واليمنيين بحقيقة ما يحدث إذا كانت فعلا هذه الإجراءات تحدث يعني بدون رغبة وإرادة يعني الحكومة الشرعية والقيادة السياسية للبلد، هل تجد أنه من السهل هذه المكاشفة؟ يعني ما هو الغطاء بعد ذلك السياسي والدولي للحكومة الشرعية إذا ما اتجهت نحو هذه الخطوة؟ سيدتي الكريمة، هناك دائما خيار. من يعتقد بأنه صدت وأغلقت جميع الأبواب فهو لا يستحق أن يكون قائدا، على القائد أن يخترع خيار أيضا إن لم يكن، إن كان قد وصل إلى نتيجة بأنه لا يوجد خيار. مهمة ووظيفة القائد أن يخلق فرصة، إن كان القائد هذا لا يجيد خلق الفرص فعليه أن يتوقف عن عملية القيادة وأن يسلم الأمر ويعلن المكاشفة للشعب ويقول بأن قدراتي محدودة ولست قادرا على مواجهة كل هذه التحديات. عليه أن يكاشف الناس ويقول لهم الحقيقة. هذا التحالف الذي جاء من أجل استعادة الشرعية ومواجهة الانقلابيين والنفوذ الإيراني وما إلى ذلك أصبح في النهاية عبئا على اليمنيين. إذا كان هذا الذي يحدث فقط سيتم من خلال مجموعة من التواطؤات وعلى الرئيس أن يراعي فكرة أن هذه الدول توفر غطاء وما إلى ذلك، ما فائدة هذا الغطاء؟ إذا كان هذا الغطاء سيؤدي إلى أن تذهب البلد بما فيها، فأعتقد بأن على الرئيس أن يقول شيئا في هذا الأمر، لأنه ما الذي سيخسره أكثر مما خسر؟ نعم، ما الذي ستخسره الحكومة الشرعية أكثر مما خسرت؟ بدون وضع النقاط على الحروب. نعم، هذا يعني بأن هناك تواطؤا وأن هناك وهذا يحمل المسؤولية الشرعية نفسها بأنها شريكة في كل ما يحدث. نعم، الاستمرار في هذا النهج كارثي على البلد، وهو في النهاية سيوصلنا إلى الجحيم الذي سيكون أكثر كارثيا مما نحن فيه الآن. نعم أستاذ مختار، هناك وهذا الطرح ربما ليس طرح الأستاذ عبد العزيز المجيدي وحده، وإنما كثير من اليمنيين والمتابعين تحديدا، أنه ما الذي يمكن أن تخسره الحكومة الشرعية في حالة إذا ما واجهت الشعب بحقيقة ما يدور في كواليس القرار السياسي في الرياض وفي أبو ظبي، وإلا فهي مسؤولة فعلا أمام الجميع حول كل ما يحدث على الأرض. هي من ناحية المسؤولية هي مسؤولية بالفعل، وهي مسؤولية مسؤولة أمام الجميع، أمام الشعب، أمام التاريخ، أمام الأجيال القادمة عن كل ما يحدث بالطبع. ولكن أنا قلت في بداية الحلقة أن هناك حساسيات، أعتقد أن هناك مراعاة للتحالف وكذلك مراعاة للشركاء في التحالف العربي، ولكن أنا أعتقد أنه من الضروري حتى وإن كان هناك مراعاة من قبل الحكومة، لكن للأسف الشديد أن الإمارات لم تراعي أيضا حق الحكومة في أن تقوم بعملها. يعني كيف لنا أن نتوقع وكيف لنا أن نتصور أن الميليشيات السابعة لها تقوم بمنع طائرة رئيس الجمهورية من الهبوط في مدينة عدن؟ كيف لنا أن أيضا أن نتوقع أيضا أن ميليشياتها اشترطت خروج كافة القيادات العسكرية المحسوبة على رئيس الجمهورية وعلى قيادة الحرس الرئاسي؟ كيف لنا أيضا أن يعني نتوقع أيضا أن الإمارات ما تزال حتى هذه اللحظة تقوم بإرسال وتجنيد الميليشيات التابعة لها في محافظة حضرموت وكذلك في شبوة وحتى محافظة المهرة التي هي بعيدة كل البعد والتي هي البوابة الشرقية لليمن؟ كيف لنا أن نتوقع أن الميليشيات أيضا يراد لها أن تصل حتى هذه المحافظة التي كانت بعيدة كل البعد عن الإشكاليات في اليمن منذ 2011 وحتى اليوم؟ هناك محاولة لإقلاق الأمن والاستقرار في محافظة المهرة، هناك أيضا أجندة لأيضا إقلاق الأمن والاستقرار في سلطنة عمان الجار الشقيق لنا من خلال تشكيل أحزمة يعني أمنية وميليشيات تابعة للإمارات. طيب أستاذ مختار، أستاذ مختار، على إطلاق الأمن والاستقرار في هذه المناطق البعيدة كل البعد عن الإشكاليات والتي هي ليست بحاجة إلى أحزمة أمنية أو إلى ميليشيات مسلحة، كون الأجهزة الأمنية متوفرة فيها ولم يحدث فيها أي انفلات أمني خلال الفترة القليلة الماضية. بالتالي نقول أن المكاشفة والمصارحة في هذا التوقيت أنا أعتقد أنه مهم جدا، لأننا كلما أخفينا حقيقة ما يحدث ستكون الكارثة عام وسندفع الثمن أكبر كما حدث في 2014 حينما ما الذي تنتظره؟ نعم أستاذ مختار، ما الذي تنتظره الحكومة حتى تقدم على هذه الخطوة، خطوة المكاشفة؟
نعم أستاذ مختار، ما الذي تنتظره الحكومة أكثر مما حدث؟ يعني عدن أصبحت تقريبا خارج سيطرة الحكومة تماما، ومحافظ عدن يمنع من دخول مقر عمله في السلطة يعني المحلية، وأيضا القائم بأعماله يمنع من ممارسة مهامه، وأيضا وزير رئيس الوزراء عوضا عن أن يحل مشاكل داخل عدن توجه إلى الرياض، ترك المساحة للجميع المجلس الانتقال الآن يمارس تصعيدا على مختلف الأصعدة ولا نسمع أي صوت. ما الذي تنتظره الحكومة أكثر مما حدث حتى تتحدث وتكاشف الجميع بما يحدث؟ أو أنا أعتقد أن الفرصة هي فرصة تاريخية الآن للحديث بكل ما حدث سواء في السابق أو اللاحق، وعلى الحكومة بالفعل أن تخرج من الشعب اليمني، أن تتحدث بكل صراحة، أن تتحدث بكل ما يحدث أمام الشعب، لكي يكون الخيار أمام الشعب هو الذي يتخذ القرار ما الذي يمكن فعله خلال الفترة القادمة. رئيس الوزراء حاول بكل ما يستطيع تحسين الأوضاع، حاول بكل الإمكانيات المتاحة أمامه تحسين الأوضاع المعيشية، الرواتب، الخدمات الأساسية، ولكن حينما تكون الحكومة تحاول أن تصلح هناك أطرافا كثيرة ومتعددة ولهم الدعم ولهم الأيادي ولهم الإمكانيات يقوموا بهدم وتدمير كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة. بالتالي الوضع الآن بالفعل هو مرشح للانفجار، وقبل الانفجار يجب أن يتحدث الجميع عن حقيقة ما يحدث وما الذي حدث ولماذا وصل الوضع إلى هذه المرحلة. يعني نحن الآن في مرحلة متقدمة، نحن الآن نريد علاج للمرض وليس علاج للأعراض. حينما نتحدث عن الكارثة التي حدثت في 2014 هو كانت بسبب الصمت، كان بسبب التبرير، كان بسبب أن النخبة السياسية كانت للأسف الشديد نخبة مشتركة فيما وصل إليه البلد من تسليم الميليشيات. اليوم نحن أمام انقلاب جديد، نحن أمام ميليشيات جديدة لديها السلاح، لديها المدرعات، لديها متدربين، لديها الإمكانيات الكبيرة، وأيضا لديها أجندة دولة أخرى تقوم بدعمهم المباشر والكبير من أجل الحصول على قد تكون لديهم أجندة اقتصادية، قد تكون من أجل السيطرة على الموانئ، على المضيق باب المندب، قد تكون لديها أجندة وهي فعلا واضحة. أجندة الإمارة في اليمن ليس من اليوم، ولكن منذ 2005 و2007 حينما حصلت شركة موانئ دبي على ترخيص لتشغيل ميناء عدن، رأينا كيف أصبح حال ميناء عدن حينما كان مع دبي وشركة دبي موانئ دبي. اليوم عادت الكرة وأصبحوا الآن يسيطروا على الميناء، يسيطروا على المطار. نعم، وسيطروا يوم أمس على ميناء الزيت وهو آخر المواقع الحيوية في عدن التي كانت تحت سيطرة أو سلطة الحكومة الشرعية. أستاذ عبد العزيز، يعني يبدو من خلال حديث الأخ مختار بأن الحكومة مستوعبة تماما لكل ما يحدث ولخطورة ما يحدث، ومدركة تماما للأوضاع والكيانات التي تم تشكيلها ودعمها، بل أنه يشير تحديدا للأطراف التي تقف خلفها. كيف يمكن أن تفهم هذا الطرح؟ يا سيدتي الكريمة، يبدو أننا سنحتاج الوقت طويل، والأيام القادمة ستكون فقط مكرسة لليمنيين، وعليهم يبدو أن مهمة التضامن مع الحكومة ومع السلطة الشرعية، ويبدو أنها هذه السلطة الشرعية ليست معنية ولا مسؤولة عما يجري في البلد، فقط هي تبحث عن مجموعة تضامنات، ونحن كما لو كنا الآن بصدد مجموعة ناشطين سياسيين أو حقوقيين، فقط عليهم أن يصدروا البيانات ولا يتحملوا أي مسؤولية عما يجري. عندما استدعى هادي التحالف العربي وكان يدرك تماما طبيعة اللعبة التي أدارتها بعض الأطراف، علينا أن نتذكر في عام 2000 وفي بعد الانقلاب بثلاثة أشهر تقريبا، الحديث الذي كتبه الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، وهو يقول نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس هادي نفسه، أن الإمارات العربية المتحدة ضخت 2 مليار دولار لأحمد علي عبد الله صالح من أجل المساهمة في عملية الانقلاب وتمويل الانقلاب، بمعنى أن الرئيس هادي نفسه ورغم مشاركتي من خلال سياستي الخاصة في إسقاط صنعاء دخل التجربة الجديدة مع التحالف العربي، وهو لديه خبرة كافية حتى أطراف التحالف العربي بما فيها الإمارات العربية المتحدة. نحن قد ابتلعنا فكرة أن السعودية قد تغيرت وأن الإدارة الجديدة غير تلك التي كانت في عهد الملك عبد الله، وبالتالي ابتلعنا فكرة أن السعودية بالفعل بدأت تشعر بالتهديد وأن لديها مخاوف من سيطرة ونفوذ إيراني في اليمن. لكن
ما الذي تغير في الإمارات حتى تغير الإمارات سياستها؟ لم يحدث شيء حتى على مستوى الأشخاص، وبالتالي الرئيس هادي عندما استدعى التحالف العربي ظل يغط في نومه في الرياض هو وحكومته، وسلم الأمور لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وهؤلاء أعتقد بأنهم سيقومون بعملية تشطيب واستكمال للدولة الاتحادية، وبالتالي تسليمه المفتاح جاهزا، وهم بالفعل الآن فعلوا ما فعلوا وأشرفوا على إنشاء وتشكيل قوات، وأصبحت هذه القوات تعمل لمواجهة الشرعية، وبالتالي كان هناك فراغ كبير له علاقة بعدم وجود رؤية لهذه السلطة الشرعية. ما هي وظيفة القائد وما هي مهمته؟ هل هي وظيفته فقط أن يظل في النهاية يشكو طوال الوقت؟ هل أما وظيفته أن يفتح خيارات وآفاق للناس؟ عليه أن يقدم رؤى عندما يقرر التحالف مع دول، عليه أن يعرف بأن هذه الدول لديها مصالح ولديها استراتيجيات ولديها أجندة خاصة، وبالتالي عليه أن يكون في اعتباره أن هذه الحسابات وهذه المصالح قد تكون أيضا على حساب اليمنيين، وبالتالي عليه أن يكون يقظا وأن يكون جاهزا برؤى لهذا التحالف وتحديد مساحة هذا التحالف، ما الذي يجب أن يمضي بشكل متفق عليه وما الذي يمكن أن يمضي بشكل منفرد من خلال التحالف أو من غيره، لكن أن تتاح هذه الأمور بهذا الشكل بحيث يتم تشكيل ألوية وقوات عسكرية تتبع أطراف خارجية، والرجل فقط ظل يدمغ ويوافق ويصبغ شكل من الشرعية على هذه التشكيلات. وصل الأمر سعد العزيز، نعم وصل الأمر اليوم، وصل الأمر اليوم لإعلان فقط. نعم تفضل عبد العزيز. نعم طيب فقط أكمل هذه النقطة. ما يتعلق بالحزام الأمني، تشكيلات الحزام الأمني، هذه تشكيلات الحزام الأمني تمت بصمت كامل من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل الرئيس عبد الرب ومنصر هادي. عندما تم منع طائرة الرئيس هادي من الهبوط، الرئيس هادي انحنى للعاصفة وسمح بإخلاء المطار من قوات الحماية الرئاسية. لاحقا القوات الحماية الرئاسية في اكثر من موقع في عدن سلمت مناطقها لقوات الحزام الأمني، اخرها كان قبل شهر ونصف من الآن عندما سلمت قوات تابعة لألوية الحماية الرئاسية المدخل الشرقي للمدينة، وكان الافراد رافضين هذا التسليم، وقال الأمر من قبل الرئيس هادي. هذا الرجل لديه خبرة كافية في ضرب كل ما يمكن أن يكون أن يشكل نقطة قوة حتى لسلطته، وبالتالي يتصرف بطريقة أدت إلى أن يكشر هذا الحزام الأمني عن أنيابه، وبالتالي يريد السيطرة على كل المناطق في عدن. نعم إذن كل هذه ملفات شائكة. عندما عين المحافظ المفلحي، المحافظ المفلحي خرج بتصريحات قوية، ومع هذا الرجل دفع هذا الثمن وغادر ولم يجرؤ ولم يستطع العودة، وظل الرئيس هادي صامتا. إذن في النهاية هذا الرجل عندما يحظى برجال أقوياء هو يخذلهم، وبالتالي هناك مشكلة في طريقة إدارة هذا الرجل. إذن نعم هو يفقد كل نقاط قوته عبد العزيز. إذا كان يشعر بهذا الضعف، إذن فما الذي دفعه لأن يصدر قرارات بإقالة السيد عيدروس الزبيدي؟ كان عليه أن يبقي عليه وأن يدير المسألة بطريقة نقاط كثيرة ربما اختزلت المشهد كاملا. يعني أستاذ عبد العزيز ربما تحدثت عن عدن، وإذا ما فتحنا ملف تعز ربما ندخل أيضا في نقاط كثيرة تظهر أيضا ضعف الشرعية وغيابها في تعز وغياب قرارها السياسي في تعز. أستاذ مختار، ألا تعتقد أنه في ظل معرفة وإدراك الحكومة الشرعية لكل هذه التفاصيل يصبح بقائها في الرياض ولوذها باتجاه الصمت تواطؤا رسميا تجاه ما يحدث؟ أولا الحكومة ليست خارج البلد، يعني رئيس الوزراء ظل لفترة طويلة، وهو حتى حينما كان يغادر خارج اليمن كان يغادر ويعود إلى مدينة عدن، وأنا أعتقد أنه مع كل الضغوطات ومع كل ما يحصل في مدينة عدن ما يزال رئيس الوزراء سيعود إلى مدينة عدن ويحرك عملهم مدينة عدن، بالتالي الحكومة ورئيس الوزراء ما زال حتى هذه اللحظة يواجه كل المؤامرات، رئيس الوزراء والحكومة أيضا تواجه كل هذه المساعد، يعني رئيس الوزراء يحاول توفير كل الخدمات الأساسية في مدينة عدن، الكهرباء تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، أيضا الخدمات لا يوجد أي خدمات أستاذ مختار، يعني عدن يعني تغط في الظلام من ثلاثة أيام، لا خدمات لا محروقات ولا إنترنت ولا كهرباء. نعم بالنسبة ما يحصل في مدينة عدن أن هناك إفشال، هناك نقاط
تفتيش قام بها الحزام الأمني، وذلك لمنع وصول المشتقات النفطية إلى المحطات من أجل عودة الكهرباء. هناك نحن نعرف حقيقة ما يحصل في مدينة عدن. هناك ميليشيات وهناك أجندة تحاول أن تظهر الحكومة أمام الشعب وأمام الجماهير أن حكومة لا تستطيع أن تعمل شيء، ولكن حينما تم إتاحة جزء بسيط من المجال أمام الحكومة استطاعت أن توفر الخدمات خلال الأشهر القليلة الماضية. بالتالي نقول أن الحكومة تود أن تعمل، تود أن تتحرك، تود أن توفر الخدمات رغم الإمكانيات الشحيحة، رغم الضغوطات من عدم إعادة تصدير البترول وكذلك الغاز وغيرها من التي يمكن أن تجعل الحكومة تتحرك ماديا وأن تملك المال لكي تقوم بتقديم التزاماتها. فبالتالي الحكومة تعرف تفاصيل دقيقة ما يحصل وتعرف المؤامرة، وتعرف أن هناك أيضا مؤامرة على مدينة تعز ومؤامرة أيضا على الجنوب بشكل عام، ومؤامرة وصلت حتى محافظة المهرة. إذا كانت وصلت محافظة المهرة بالتالي فالمؤامرة هي على جميع المناطق. أنا لا أريد أن أتحدث بمنطقة المؤامرة وأن المؤامرة هي التي سيطرت على عقولنا، ولكن نحن نقول أن هناك أجندة بالفعل هي موجودة وتقوم الإمارات بتغذية هذه الأجندة. نعم. وهل تتوقع الحكومة أستاذ مختار تتوقع تضامنا من المواطنين معها بشأن هذا الفشل وهذه المؤامرات كما وصفتها؟ يعني كان قد تحدث الأستاذ عبد العزيز بأن الحكومة يبدو أداءها وكأنها مجموعة ناشطين حقوقيين بحاجة إلى من يتضامن معهم. ليس من العدل، الحكومة حينما تحتاج إلى الشعب ستدعو الشعب وسيخرج الشعب. لكن أستاذ مختار الشعب يدفع الضريبة ويدفع الكلفة منذ 3 سنوات من أبنائه ومن شبابه ومن نعم، بينما الحكومة موجودة خارج البلد. ما هي الضريبة يعني أكثر من ذلك؟ يعني ما الذي على اليمنيين أن يدفعوا أكثر من ذلك؟ الشعب يدفع الضريبة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، وما زال حتى هذه اللحظة الشعب اليمني يدفع الثمن ويدفع ثمن باهر في سواء في المناطق الشمالية أو في المناطق الجنوبية. ما زال المواطن حتى هذه اللحظة هو من يدفع الثمن. وبالتالي حتى وإذا احتاجت الحكومة إلى أن يقف الشعب إلى جواره، أعتقد أنه ليس من العيب أن يقف الشعب إلى جوار حكومة. كيف يمكن أن يقف الشعب مع حكومة هي نفسها لا تقف مع نفسها؟ يعني حكومة أساسا تتستر وتخفي وتتوارى خلف كل هذه الجرائم والانتهاكات على المستوى السياسي والعسكري وحتى الإنساني، كيف يمكن أن يقف اليمنيون معها؟ هو يعني في نهاية المطاف هي حكومة شرعية، والجميع عليه أن يدعم الحكومة الشرعية سواء من الشعب أو من الجميع، يجب أن يدعم الحكومة، لأنه ما هو البديل؟ البديل هي ميليشيات في الشمال وميليشيات في الجنوب. البديل هو أن تدخل البلد في إشكاليات أكثر مما نحن نعيشه الآن. ليس هناك بديل غير الحكومة الشرعية ودعم تحركات الحكومة الشرعية لمواجهة كل هذه المشاريع التدميرية داخل البلد. نعم أستاذ عبد العزيز، هل فعلا لا بديل لا الحكومة الشرعية أيا كان أدائها وأيا كان يعني ممارساتها على الأرض ويعني صلاحياتها التي هي تتخلى عنها يوم بعد آخر لصالح أطراف لا علاقة لها لا بتضحية اليمنيين ولا بتطلعاتهم؟ الحكومة والسلطة الشرعية إذا كانت ستظل على هذا النحو ودائما تبحث عن متضامنين، وهي المفترض أنها المعنية بإحداث ونقل البلد من وضع إلى آخر، فأعتقد بأن ما يحذر منه مختار الآن وهو قد أصبح يرقى إلى مستوى الابتزاز باسم الشرعية. الشرعية ما هي الشرعية؟ الشرعية اليوم مشكلتنا أن الشرعية نفسها لا تؤمن بأنها شرعية، وهي لا تمارس شيء من هذا القبيل الذي يجعلها أيضا في نظر اليمنيين بأنها شرعية وتحظى بدعمهم ومساندتهم. بل على العكس، ما يحدث على الأرض هو أن اليمنيين ينزفون دما من أجل هذه الشرعية ودفاعا عن هذه الشرعية، ليس دفاعا عن شخص هادي، بل هناك شكل من أشكال الرمزية في هذه الشرعية المتعلقة بعملية القشة الأخيرة التي يتمسك بها اليمنيون تجنبا للذهاب باتجاه شرعيات أخرى اليوم يتم تشكيلها على الأرض. الحديث فقط عن أن الشرعية هي طوق النجاة وأنها هي الوحيدة التي ستجلب لليمنيين الاستقرار وما إلى ذلك دون العمل على الأرض هو كلام يظل في النهاية شكل من أشكال الإنشاء والكلام الفارغ. حتى تعز الشرعية إن لم تعمل على الأرض من أجل مواجهة هذه المخاطر والتحديات اليوم. نعم، اليوم يا سيدتي تتخلى عنها سيدتي. الشرعية سعد عز، كيف أيضا تنظر إلى ملف تعز وتعاطي الحكومة الشرعية مع ملف تعز وهي المدينة المحافظة التي كانت من أوائل المحافظات يعني
يعني تصدرت لمعركة الدفاع عن الشرعية. ما يحدث في كل المحافظات التي تم تحريرها في الجنوب سينعكس بالضرورة على تعز، وتعز تحديدا. اليوم أصبح الكثير من المهام السيادية للسلطة أو الحكومة الشرعية يتم التصرف بها من خلال التحالف. الحديث المتزايد والذي أصبح حديث الناس في تعز عن الحزام الأمني يجري وكأننا في بلد ليس لديه أي شكل من أشكال السلطات ولا القيادات. هذا الأمر يتم الحديث عنه بعيدا عن سلطات عبد ربه منصور هادي، بعيدا عن حكومة بن دغر، بعيدا عن هذه المسميات بالكامل. وبالتالي بدا كما لو كان الأمر حصريا يخص هذه الدول. إذن أين الشرعية؟ الشرعية هي التي تفرط بشرعيتها وسمحت بكل هذا الاستهانة من قبل التحالف، وشجعت التحالف على المضي قدما باتجاه تجاهلها والتعامل مع المكونات ومع الأطراف داخل البلد بطريقة تنم عن أن البلد بالفعل في حالة انهيار تام. تعز اليوم واحدة من أهم المشاكل التي تواجهها هذه المحافظة التي تنزف منذ قرابة، نحن نقترب الآن من العام الثالث، والسبب الرئيسي أنها كانت تقف بقضها وقضيضها مع هذه الشرعية، وهذه الشرعية ظلت تتفرق طوال الفترات الماضية وتداهم سياسات التحالف التي أرادت إبقاء تعز بهذا الشكل كساحة مفتوحة لانتقام الميليشيات، وبالتالي ربما أرادت تكوين ملف حقوقي بشكل أو آخر لمضاهاة جرائم التحالف بشأن قصف المدنيين في بعض المناطق. وبالتالي أصبحنا اليوم لسنا أكثر من مندبة بالنسبة للسلطة الشرعية. تعز الآن بحاجة لعمل حقيقي من قبل السلطة الشرعية. اليوم يتم مثلا تقويض دور المكاتب التنفيذية والاعتداء عليها وعدم ومنعها من ممارسة مهامها. هذا الأمر يحدث بدرجة رئيسية بسبب الاستهانة بضعف هذا الرئيس الذي جرأ التحالف والقوى المحلية في كثير من المحافظات على أن تسطو على قراره الخاص، وبالتالي أصبح اليوم كثير من الأشخاص يعتمدون على ولاءات لأطراف خارجية وما إلى ذلك، وبالتالي يمرون الكثير من السياسات ويضربون الشرعية في العمق. السؤال ماذا فعلت الشرعية لتعز؟ نعم، بناء على كل ما طرحته، هناك أيضا من يقول بأنه ربما في الوقت الذي ستكون فيه الشرعية بحاجة إلى الشارع وإلى اليمنيين في الشارع لإنقاذها، ستكون حينها قد خسرت كل أدوات القوة التي لديها والتي يمكن أن تنقذها الآن في حال إذا ما تداركت الأمر. أستاذ مختار، هل تنتظر الشرعية أن تطرد أيضا من الرياض بعد أن حددت أبو ظبي موقفا واضحا من قيادات البلد ودعمت بشكل أيضا علني متمردين على الشرعية؟ هل تنتظر القيادة الشرعية للبلد موقفا مشابها وعلنيا من الرياض حتى تأتي لتلقى إلى الشارع حينها ولا تجد أي أداة من أدوات القوة لمواجهة انقلابين، انقلاب في الشمال وانقلاب في الجنوب؟ أولا لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه المرحلة المتقدمة والأزمة. أنا أعتقد الأزمة هي ما تزال محصورة في هذه الفترة، هي بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات فقط. أنا أعتقد أن الأزمة الآن مع المملكة العربية السعودية، ما تزال حتى هذه اللحظة وفق ما يتم إعلانه عبر البيانات الرسمية وعبر المواقف الرسمية هي مع الحكومة الشرعية وداعمة للتحركات الشرعية وداعمة لوحدة واستقرار ووحدة اليمن. بالتالي المواقف المعلنة ما تزال حتى هذه اللحظة، وما تزال المملكة العربية السعودية يعني مواقفها مواقف إيجابية من الحكومة، ولا أعتقد أننا سنصل إلى صدام مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية جار وشقيق، وأمنه القومي يتضرر بشكل مباشر في حال حصلت أو استمر الوضع الأمني بانفلات في اليمن. بالتالي المملكة تعرف جيدا، وهي تعرف اليمن ليس من اليوم فقط ولكن عبر عشرات السنين، تعرف اليمن وتعرف أن أي أخطر أمنية قد تصب في أمنها القومي. بالتالي المملكة العربية السعودية تتعامل بتوازن وتتعامل بإيجابية. أي إيجابية وأي توازن أستاذ مختار؟ أعتذر عن المقاطعة، يعني أي إيجابية وأي توازن لأداء السعودية حول الملف اليمني؟ ثلاث سنوات لم يتم، يعني التحالف العربي، دعني أكمل السؤال أستاذ مختار، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أستاذ مختار هو يعني قدم إلى اليمن عبر عاصفة الحزم تحقيق هدفين رئيسيين، هو استعادة الشرعية في البلد وإسقاط الانقلاب. ما الذي فعله التحالف العربي؟ وتحدث الآن عن مسؤولية السعودية حول هذين الهدفين خلال ثلاث سنوات. السؤال لي أنا؟
نعم. بالنسبه لي انا قلت لك ان المملكه حتى هذه اللحظه ومن خلال اعلامها ومن خلال مؤسساتها ما تزال تعلن حتى هذه اللحظه انها مع اعاده الشرعيه ومع دعم الشرعيه ومع انهاء الانقلاب ومع عوده الحكومه بجميع مؤسساتها الى الدوله، بالتالي نحن نتعامل بما يتم اعلانه ولا نتعامل على ما يتم على ما يعني ان تكون هناك اجنده خفيه حتى هذه اللحظه. المملكه واضحه في اجندتها، واضحه حتى بخطابها الداعم للحكومه والداعم للوحده والداعم دعك من الخطاب، دعنا من الخطاب استاذ مختار، دعنا من الخطابات والشعارات، نتحدث عن وقائع على الارض، يعني لماذا التحركات العسكريه متوقفه منذ اكثر من عام؟ لماذا تعز مستبعده من انجاز معركه التحرير؟ لماذا تصمت السعوديه لاداء الامارات في الجنوب؟ هذا شيء آخر. بالنسبة لماذا تصمت على ما تقوم به الإمارات هذا شيء آخر، لكن نحن نقول أنها ليس لديها ميليشيات مسلحة كما أن الإمارات لديها، أن خطابها متوازن، أنها تتعامل باحترام وتقدير حتى هذه اللحظة مع الحكومة ومع رجال الدولة، أنها تعي أصلا أن اليمن وانهيار اليمن وتقسم اليمن أيضا سيؤثر على أمنها القومي ويؤثر على أمنها الوطني، بالتالي هذا ما نتحدث به وهذا ما هو معلن وهذا ما نعيشه يعني الحقيقة. أنا متواجد في المملكة العربية السعودية وطوال الفترة الماضية وأعرف حقيقة موقف كثير من القيادات في المملكة العربية السعودية، وأعرف أن حتى الإعلام الرسمي الإعلام الرسمي والأهلي الجميع يتحدث بإيجابية، الجميع يتحدث بتوازن، الجميع حتى استهداف الرموز الوطنية واستهداف الرئيس واستهداف القيادة الوطنية واستهداف نعم لازلت تتحدث أستاذ مختار، نعم لازلت تتحدث عن الخطابات أستاذ مختار، لازلت تتحدث عن الخطابات وعن التصريحات، ويعني بينما أنا كنت طلبت منك أن تعطينا مؤشرات على الأرض حول جدية السعودية في دعم الشرعية في البلد. سؤال أخير أتحول به إلى الأستاذ عبد العزيز المجيدي، هل تعتقد فعلا أن السعودية مساهمة في تقويض الشرعية في البلد أم أنها داعمة فعلا للشرعية كما يقول أستاذ مختار؟ إذا كان المقياس بالنسبة لمختار هو ما يحدث في وسائل الإعلام والخطاب الذي يصدر عن المسؤولين، فأيضا الإمارات العربية المتحدة أكدت مرارا بأنها مع وحدة اليمن واستقراره وأنها لا تدعم أي قوى ضد الشرعية وأنها تعمل من أجل استعادة الشرعية وأن دمها اختلط بدماء اليمنيين من أجل تحقيق هذه الأهداف وما إلى ذلك من هذا الكلام. فما الفرق إذن بين الخطاب السعودي والخطاب الإماراتي باستثناء ربما بعض الخطابات هنا وهناك التي تصدر من بعض المسؤولين وهذا بالضرورة أيضا لا يمكن الأخذ به، لكن نحن نتحدث عن عملية سياسات تحدث على الأرض والعبرة كما يقال بالنتائج. الحديث السعودي الدائم عن الشرعية وعن استعادة الشرعية وما إلى ذلك وعن تحقيق أهداف عاصفة الحزم بإبعاد الخطر الإيراني عن السعودية وأشياء كثيرة من هذا القبيل هي أمور حتى الآن لا زالت أيضا محل شك حتى من قبل السعوديين أنفسهم. الحرب حتى الآن لم تحقق سوى أهداف طرف واحد في التحالف وهو الإمارات العربية المتحدة التي حازت مساحات واسعة من السواحل والشواطئ والجزر وهي تتصرف بهذه المناطق بعيدا عن السلطة الشرعية، ويبدو أن هناك غطاء سعوديا بشكل أو بآخر لأن أيضا المملكة العربية السعودية لديها شريط حدودي بري واسع وكبير وهذه المناطق معروف بأنها مناطق غنية بالنفط، وربما يكتفي الطرفين بهذا الأمر لأن مسألة التهديد الأمني المتعلق بالخطر الإيراني في المنطقة لا أعتقد أن هذه الدول تأخذه على محمل الجد، ويبدو أنها تحفر نفس الحفرة التي حفرتها في 2014 لنفسها وستقع الآن أو لاحقا المخاطر المتعلقة بالتهام المنطقة لا زالت قائمة. التحالف وعاصفة الحزم لم يحقق أي من هذه النتائج، لا زالت الصواريخ البالستية بكلمة واحدة التحالف وتصل إلى مناطق بعيدة، القيادة السياسية البلد تحمل مسؤولية أكبر في تأكل الشرعية في البلد يومي باتجاه الحدود السعودية. نعم عبد العزيز، التحالف العربي بقيادة السعودية أم القيادة السياسية للبلد هو المسؤول عن تآكل الشرعية في البلد بكلمة واحدة في أقل من دقيقة؟ المسؤولية الأكبر تقع على عاتق عبد رب منصور هادي وعلي محسن الأحمر إذن عبد رب منصور هادي أكتفي بهذه الإجابة طاقم الشرعية. نعم
أشكرك جزيل الشكر عبد العزيز المجيدي الصحفي والكاتب السياسي، كنت معنا من تعز. كما أشكر جزيل الشكر الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام كان معنا من القاهرة. في الختام تقبلوا تحياتي أعزائي المشاهدين وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة، إلى أن ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.